التاسعة إلا ربع موعد المسائية من القناة الثانية، ومستهلها كالعادة بالعناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ وحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو تكثف من أنشطتها على هامش كوب 27 ضمن برنامج اليوم، ترأسها لاجتماع رفيع المستوى إلى جانب وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو. وسبل التعامل مع الهجرة كفرصة وليس كإشكالية موضوع لقاء نظم اليوم بالرباط، نظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية. والتعاون المغربي البلجيكي في صلب لقاء رئيس الحكومة مع وفد يتقدمه رئيس جهة والونيا البلجيكية. وبإقليم تارودانت اختتمت فعالية الدورة السابعة لمهرجان هوار الدولي للمسرح، والتي اختارت المسرح الإسباني كضيف شرف. أهلا بكم إلى التفاصيل. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، ترأست اليوم بشرم الشيخ إلى جانب وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية المنسقة التقنية للجنة المناخ لحوض الكونغو الاجتماع رفيع المستوى والمنظم بمبادرة من جمهورية الكونغو التي تتولى رئاسة لجنة مناخ حوض الكونغو والمملكة المغربية الشريك المؤسس للجان المناخ الإفريقية الثلاث. الاجتماع ناقش موضوع تمويل التصدي للتغيرات المناخية. عبد الحفيظ منور وبعثة القناة الثانية. اهتمام متواصل من صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء بقضايا المناخ. صاحبة السمو الملكي سفيرة النوايا الحسنة للجنة مناخ حوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو وبالمؤتمر الأممي للمناخ بشرم الشيخ، صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء أكدت أن حماية حوض الكونغو تشكل تحديا عالميا. تعد منطقة حوض الكونغو ثاني أكبر خزان للكربون في العالم، ومن هذا المنطلق فإن حمايتها تشكل تحديا عالميا كبيرا، وتقع مسؤوليتها على عاتق الأطراف المتدخلة كافة، ويشمل ذلك تحديدا توفير الموارد المالية والتقنية الكفيلة بالمساهمة في بلورة نموذج اقتصادي يجمع بين الاستدامة والابتكار من أجل تمكين الساكنة المعنية من الصمود أكثر في وجه التغيرات المناخية، بما يضمن لها تحسين ظروف عيشها بشكل ملموس. وقد أكدت سموها التزام المملكة المغربية بالمساهمة في تحقيق الأهداف المتفق عليها في قمة برازافيل الأولى. إن المملكة المغربية باعتبارها شريكا مؤسسا ولا سيما بصفتها عضوا إفريقيا متضامنا بالمنطقة، تؤكد التزامها الكامل بالمساهمة في تحقيق الأهداف المتفق عليها بمناسبة قمة برازافيل الأولى وتنفيذ الخطوات العملية المقررة منذ ذلك الحين. كما أن المغرب ملتزم بقوة وعلى أعلى مستوى بمواكبة تعزيز عمل اللجنتين الإفريقيتين الأخريين المعنيتين بالمناخ، وحفاظا على هذا الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تواصل المملكة تنفيذ برنامج المساعدة التقنية يروم دعم رئاسة لجنة المناخ لحوض الكونغو. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء تولي اهتماما كبيرا بقضايا المناخ، وتعمل على تجسيد الاهتمام الملكي الذي أسس لإحداث لجنة مناخ حوض الكونغو على هامش كوب 22 بمراكش. واليوم تقف سموها شخصيا على تفعيل سبل التصدي للتغيرات المناخية.
والمملكة المغربية الشريك المؤسس للجان المناخ الأفريقية الثلاث ضمن لجنة مناخ حوض الكونغو، ملتزمة وبقوة وعلى أعلى مستوى من أجل أفريقيا قوية وقادرة على التكيف مع أثار تغير المناخ العالمي، وهو الأمر الذي شكل محط تنويه من مختلف المشاركين. عودة إلى عبد الحفيظ المنور وبعثة القناة الثانية. المشاركون في هذا الاجتماع رفيع المستوى يؤكدون تقديرهم الكبير للالتزام المستمر لجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا قوية وقادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. الآن وقت الإنجاز، ولا بد لنا أن نشكر جلالة الملك وتهنئته ونهنئ صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء على دورها الكبير، هذا الذي سهل للمبادرة طريق النجاح. المشاركون في اللقاء المنظم على هامش كوب 27 بشرم الشيخ من وزراء الدول الأعضاء في لجنة مناخ حوض الكونغو ووزراء لجان المناخ لمنطقة الساحل والدول الجزرية وكبار المسؤولين المانحين يؤكدون التزامهم بدعم هذه المبادرة التي تقودها صاحبة السمو الملكي. المؤسسات المانحة تشارك في اللقاء لدعم جهود البلدان الست عشر أعضاء هذه اللجنة لحوض الكونغو. اليوم إضافة نوعية بإعطاء صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء الفرصة لجميع الدول المعنية بحوض الكونغو. ويعد حوض الكونغو رئة البشرية ومتنفسها الكبير الذي بات مهددا اليوم. وفي شرم الشيخ نداء استغاثة للتدخل وتعبئة الموارد المالية لإنقاذ هذا الملاذ الآمن للبشرية حوض الكونغو. وصاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تباحثت اليوم بشرم الشيخ مع سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. هذه المباحثات تندرج ضمن برنامج سموها بمناسبة مشاركتها في الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27. وفي سياق متصل، أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على ضرورة دعم اللجان المعنية بتغير المناخ والمحدثة خلال قمة العمل الأفريقي التي تم تنظيمها بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس على هامش كوب 22 والتي انعقدت بمراكش عام 2016. خارج الحدود، انتخابات منتصف الولاية التي جرت أمس في الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال لم تحسم بعد، حيث معركة السيطرة على الكونغرس الأمريكي متواصلة وتشمل نتائج المعارك الحاسمة التي لم يتم الإعلان عنها بعد ولايات جورجيا ونيفادا وأريزونا، فيما تمكنت الديمقراطية كاثي هوتشل من الاحتفاظ بمنصب حاكم ولاية نيويورك بعد منافسة شديدة مع الجمهوري ليد زيلدن الذي ما يزال يرفض الإقرار بالهزيمة. المجتمعات الريفية والهجرة بدول جنوب المتوسط موضوع لقاء نظمه اليوم بالرباط المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية بحضور ممثلي عدد من الدول المتوسطية والمؤسسات الدولية التي تعنى بالهجرة. على طاولة النقاش سبل التعامل مع الهجرة كفرصة وليس كإشكالية. المزيد في ريبورتاج مريم أملال وأسامة غرامي. المغرب كبلد جنوب متوسطي هو نقطة انطلاق وعبور واستقبال للمهاجرين، تحدي كبير لظاهرة دولية تؤرق الجميع ولا يمكن تدبيرها إلا في إطار تعاون دولي متعدد الأطراف. وهذا الاجتماع بالرباط لممثلين عن دول المتوسط فضاء لمناقشة البرامج والمبادرات المشتركة لسد ثغرات تنمية المجتمعات الريفية وما ينتج عن ذلك من تفاقم للهجرة. معظم الدول تعاني من نفس المشكل، ولهذا نحن هنا كجسر بين الدول لبلورة رؤية مشتركة تهم جميع الجوانب وبحث سبل تدبير الهجرة مستقبلا.
الحد من انعدام اللامساواة بين البلدان من أهداف برنامج التنمية المستدامة الأممي، فيما ينص ميثاق مراكش للهجرة على تعزيز الشراكات الدولية من أجل هجرة آمنة ومنظمة، وكلها مرتكزات كانت في صلب اللقاء. كيف يمكننا العمل سويا لإنجاح شراكتنا حول جميع الإشكالات والنقاش وتبادل وجهات النظر والتجارب، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الداعمة والتنمية المستدامة؟ يعطي هذا اللقاء أهمية قصوى للتنمية المستدامة، وكيف أن الهجرة يجب أن تنبني على حوار يعني مسؤول مؤسساتي، وعلى تقييم سياسات، وعلى كذلك تنفيذ الالتزامات من جانب وآخر. التزامات من شأنها الحد من عوامل الهجرة من المجتمعات الريفية ومعالجة أسبابها الجذرية، خاصة تداعيات التغيرات المناخية وانكماش المردودية الزراعية، مما يؤدي لمحدودية الدخل وتراجع الموارد المحلية. المسائية ما تزال متواصلة على القناة الثانية، نتابع فيها بعد قليل. مساهمة مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والابتكار بالمملكة شكل محور ندوة نظمت اليوم بمجلس المستشارين. وهكذا كان يتكلم نادير يعتى عنوان كتاب جديد يضم العديد من المقالات الصحفية التي كتبها الراحل طوال مسيرته الصحفية. كما أسلفت وفد يتقدمه رئيس جهة والونيا البلجيكية في زيارة رسمية للمغرب، في استقبالهم رئيس الحكومة ضمن أجندة اللقاء تجديد برنامج التعاون بين المغرب وولونيا والذي يمتد من 2023 إلى 2027. البرنامج يستند على اتفاقية التعاون التي تم توقيعها لأول مرة سنة 1999. زيارة هذا الوفد ستركز على مناقشة موضوع الطاقات المتجددة وريادة الأعمال والتوظيف والشباب، ومن المنتظر أن يلتقي وفد والونيا بالعديد من أعضاء الحكومة في مباحثات مهمة بالنظر إلى الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تربط الجانبين. تعبئة مغاربة العالم للمساهمة في التنمية الاقتصادية والابتكار بالمملكة شكل محور ندوة نظمتها اليوم لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين. روبورتاج زين الدين المولودي والمتابعة لجاد أبردان. إمكانياتهما الاستثمارية هائلة، لكنها سرعان ما تضيع في بركة إدارية آسنة، وأول انتشالها يبدأ في التفكير في احتضانها، وذاك مرمى هذا اللقاء. هذا اللقاء صدنا الغاية يأخذ بعين الاعتبار التحولات الأساسية اللي كاين في داخل الجاليات المغربية في الخارج، وأساسا يعني بروز الجيل الثاني من مغاربة العالم، وكذلك يأخذ بعين الاعتبار واحد التقييم ديال حصيلة المغرب في هذا الميدان اللي يعني كانت في عدة ميادين مهمة جدا، ولكن لابد في عدة ميادين أخرى لابد في إعادة النظر فيها والتفكير فيها بطريقة مختلفة. للمشرع دور، لكن القوانين موجودة لا تفي وحدها بالغرض. قد يبدو التخوف سببا في العزوف عن الاستثمار في الوطن، ومن ثم الاكتفاء بالادخار أو الاستثمار في العقار فحسب. لابد إذن من التشخيص. نريد أن نعرف ما هي المشكلات التي تعاني منها جاليتنا في الخارج، وخصوصا المستثمرين والكفاءات التي توجد في الخارج، وما هي الإجراءات التي يجب أن يعني نقوم بها كمؤسسات وكمجتمع مدني وكإعلام وكهيئات معنية إدارية واقتصادية واستثمارية في هذا الميدان. للتشخيص فالتدخل كل الجدية. إليكم الرقم، ساهمت الجالية بثلث رصيد المملكة من العملة الصعبة السنة الماضية بواقع 100 مليار درهم، فهل من حسن تدبير لهذه الرصاميل؟ من خلال هذا اللقاء نبحث عن تطوير آليات ملائمة لتقوية حصة الاستثمار المباشر، وذلك لأجل تقوية نسيجنا الاقتصادي عبر جاليتنا بالخارج. ومفاتئ جلالة الملك محمد السادس يدعو في خطاباته إلى مساعدة الجالية على تقوية درعها الاقتصادي في المملكة. اقترح جلالته في هذا الشأن إحداث آلية للمواكبة. والبرنامج التنموي الطموح للأقاليم الجنوبية شكل أحد محاور خطاب جلالة الملك في الذكرى 47 للمسيرة الخضراء. مخطط تنموي مهيكل
يحقق اليوم نتائج إيجابية بعد 7 سنوات من إطلاقه بغلاف مالي فاق 77 مليار درهم. من بين هذه المشاريع ميناء الداخل الأطلسي الذي سيشكل قنطرة الوصل بين الشمال والجنوب، وإلى جانبه سيتم تشييد منطقة لوجستية تمتد على مساحة تقدر ب 1650 هكتار. ريبورتاج نزار بحوت والمتابعة لحمزة إيت مسعود. بغاية التكامل الاقتصادي والإشعاع الدولي، ميناء الداخل الأطلسي سيكون الواجهة البحرية التي تراهن المملكة عليها لإطلاق دينامية تنموية شاملة في الأقاليم الجنوبية. تكلفته ستبلغ 12.5 مليار درهم، وسيمكن من إحداث 180 ألف منصب شغل في أفق 2030. مدينة الداخل ستعزز قريبا بميناء جديد، ميناء سيكون قاطرة للتنمية بين المغرب وعمقه الإفريقي، هذا فضلا عن الاستثمارات التي يمكن أن تنجز من خلال هذا المشروع الكبير. إضافة إلى ذلك فهو رافع كذلك لخلق فرص عمل. فهذا الصرح الاقتصادي بطبيعة الحال ستكون له يعني فوائد على الجهة برمتها وعلى جميع دول غرب إفريقيا برمتها، باعتباره ينفتح على المحيط الأطلسي وباعتباره في واجهة مباشرة مع الدول الأمريكية. المشروع الضخم الذي سيدعم تنمية القطاعات الإنتاجية من صيد بحري وزراعة وتعدين سيعزز أيضا دور المغرب كملتقى طرق اقتصادي رائد على مستوى إفريقيا والعالم. سيكون هو صلة الوصل ما بين القارة إفريقيا والتجارة العالمية العابرة من المحيط الأطلسي في اتجاه أمريكا واتجاه أوروبا. بالطبع هذا طلب استثمارات كبيرة، طلب كذلك تأهيل العنصر البشري. مشروع ميناء الداخل الأطلسي قطب اقتصادي قادم قائم بذاته، سيساهم في مواكبة الدينامية الاقتصادية والتنموية للأقاليم الجنوبية، وسيكون دعامة أساسية لتوجه المغرب نحو عمقه الإفريقي. نبقى في الداخل، ومنها ينضم إلينا مباشرة من مكتبنا فيصل السحماني، رئيس مصلحة بالمركز الجهوي لاستثمار الداخل وادي الدهب، مكلف بتتبع المشاريع. مرحبا بك سي فيصل، وشكرا على تلبية الدعوة المسائية. إذا نود في البداية الحديث عن الأهمية المتوقعة لميناء الداخل الأطلسي، كيف يمكن أن ينعكس مشروع ضخم كهذا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالجهة؟ شكرا الأخ زكريا، شكرا لإتاحة الفرصة. فعلا كما جاء في كلامك، فاليوم ميناء الداخل الأطلسي يمكن اعتباره مشروع مهيكل. أولا مشروع الداخل ميناء الداخل الأطلسي هو من المشاريع اللي يعني كانت محورية في عقد البرنامج اللي تقدم أمام صاحب الجلالة سنة 2015. احنا هنا كنتكلموا على مشروع مهيكل بغلاف مالي ديال 12 مليار ديال الدرهم. ثانيا كان يكمل أهمية هذا الميناء كونه غادي يكون يعني محرك أساسي للتنمية في هذه الأقاليم، خصوصا جهة الداخلة والذهب، خصوصا إذا ما عرفنا أن اليوم أن جهة الداخلة والذهب هي جهة اللي كتزخر بالعديد من المؤهلات. اليوم كنتكلموا على 3 مناطق يعني صناعية، منطقة صناعية، منطقة لوجستيكية، زائد منطقة الأنشطة الصيد البحري. كنتكلموا على ميناء بمواصفات اللي يمكن اعتباره لأنه ميناء يحتوي على 3 يعني مكونات، ميناء للصيد وميناء للتجارة وميناء لصناعة السفن. كل هذا أكيد على أنه سيعزز البنية التحتية للأقاليم الجنوبية عموما، وخصوصا جهة الداخلة والذهب، من أجل كذلك يعني رفع التنافسية لجهة الداخلة والذهب مع محيطها الإقليمي. وإحنا كنتكلموا هنا على إفريقيا ودول غرب دول غرب إفريقيا. الأكيد على أنه اليوم ميناء بهذا الحجم وإلا غادي يلعب دور كبير في الأنشطة، يعني غادي يلعب دور كبير في الأنشطة الاقتصادية والتنموية. نعم لجهة الداخل والذهب، طبعا منشأة مينائية من هذا الحجم، ميناء ضخم، يعني كيف ما قلتي يتكون من 3 موانئ إذا شئنا القول، إلى جانب منطقة للوجستيك بجواره تمتد كما قلنا على أكثر من 1600 هكتار. اليوم هذا المشروع الضخم سيمكن بعد الداخلة من ربطها مع القارة الإفريقية، لكن كذلك مع القارة الإفريقية والعمق الإفريقي، سيمكن من جلب استثمارات مهمة، خلق فرص للشغل. كيف يعني تقيمون يعني هذا الأثر ربما ديال مشروع ضخم مثل ميناء الداخل الأطلسي؟
سي زكريا، احنا نقدروا نكونوا اليوم في المركز الجهوي للاستثمار اكثر، يعني الادارات العموميه اليوم اللي كتعرف يعني الوقع ديال هذا الميناء. اليوم ملي كنتكلموا على ميناء بهذا الحجم وبالاضافه لهذه المناطق الصناعيه، احنا كنعرفوا على ان هنا سيكون خلق ثروه. كنتكلموا على اليوم على افريقيا وعلى التوجه المغربي نحو الاسواق الافريقيه، كنتكلموا اليوم على الطريق يعني الطريق السريع تيزنيت الداخله اللي كتمر من جنب الميناء وكتمشي حتى للكركرات، ومن خلالها اليوم كنعرفوا حجم المبادلات التجاريه مع افريقيا. اكيد على ان هذا الميناء سيكون له دور كبير يعني في هذا الشيء كامل اللي كنا كنقولوا. اضافه يمكن اعتبار هذا الميناء محرك اساسي للتنميه في هذه الاقاليم ومحرك اساسي لخلق مناصب الشغل. كنتكلموا على يعني جوار الميناء غادي يكون قطب حضاري، يعني مدينه جديده، وهذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء ما جاش من الفراغ، من جا من الرؤيه المتبصره لصاحب الجلاله اللي في 2015 اعلنوا على 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 هذا المشروع، واللي اكيد اليوم هما غادي المغرب والاقاليم الجنوبيه غادي يجنوا الثمار ديالو، وخصوصا اذا ما يعني ما تكلمنا اليوم على توجه المغرب نحو افريقيا وتعزيز التنافسيه الاقتصاديه للمملكه المغربيه وجهه الداخله واد الذهب. واكثر من هذا، فاليوم الميناء هو رساله للمنتظم الدولي والاعداء الوحده الترابيه على ان المغرب يسير في يعني في خطى التنميه ويسير في بناء البنيه التحتيه في الاقاليم الجنوبيه، وجهه الداخله واد الذهب هي اليوم واحد الجهه اللي كتسخر مؤهلات. وحنا اليوم في المركز الجهوي للاستثمار كنستقبلوا العديد من المستثمرين، يعني اللي اليوم كنتكلموا على مشاريع جد مندمجه واللي عندها علاقه بالميناء ومشاريع اللي هي رائده. اليوم كنتكلموا على مشاريع الطاقات المتجدده اللي من خلالهم غادي يكونوا يعني في يعني غادي يكونوا بجنب الميناء. كل هذا سيجعل من جهه الداخله والذهب جهه يعني بمؤهلات اقتصاديه وتنمويه كبيره تعزز فرص التنافسيه وتعزز مكانه المغرب في افريقيا. شكرا جزيلا لك سي فيصل السحماني، رئيس مصلحه بالمركز الجهوي للاستثمار بالداخله وادي الذهب ومكلف بتتبع المشاريع، شكرا جزيلا لك على كل هذه الافادات. بالرباط استقبل اليوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش وفدا عن مجموعة ستيلانتيس لصناعة السيارات. اللقاء خصص لمناقشة مضاعفة القدرة الإنتاجية لهذه المجموعة الاستثمارية باستثمار ضخم يناهز 300 مليون يورو، سيمكن من إنتاج أزيد من 450 ألف سيارة إضافية سنويا. بورتاج محمد بوبكر وهشام السني. 300 مليون أورو استثمار جديد سيساهم في إحداث 2000 منصب شغل جديد في قطاع السيارات. الإعلان جاء من طرف وفد مجموعة ستيلانتيس لصناعة السيارات برئاسة رئيسها التنفيذي كارلوس تافاريس خلال لقائه مساء اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. المجموعة الدولية ستيلانتيس أكدت مضاعفة قدرة إنتاج مصنعها في القنيطرة من خلال إنتاج 450 ألف سيارة سنويا بطاقات مغربية. احنا فرحانين باش نعرفوا بانه هذه المجموعه الكبيره اللي كتصنع واحد العدد ديال السيارات غادي تعمل الضعف، غادي تضاعف الانتاج ديالها وتمر ل 400,000 بل 450,000 الا خدينا يعني السيارات الكتريك. هذا كيشرف المغرب، كيشرف يعني العمال ديال المغرب، كيشرف كذلك الكفاءات، وكيشرف يعني لاتراكتيفيتي ديال بلادنا. ستيلانتيس نوهت خلال هذا اللقاء بجاذبية الاستثمارات والعناية التي يحظى بها مجال تصنيع السيارات في المملكة، وكان جلالة الملك محمد السادس قد أشرف على تدشين مصنع ستيلانتيس بالقنيطرة في 20 يونيو 2019، والذي يشغل حاليا مئات الكفاءات المغربية مع تحقيق نسبة اندماج محلي بنسبة 69%. أطلقنا مشروع المصنع في 2019، الآن نحن في 2022، وهي مدة قصيرة علما أن وباء كوفيد جعلنا نفقد وتيرة الإنجاز. رغم كل ذلك فقد تجاوزنا أهدافنا الطموحة حيث ضاعفنا قدرة إنتاج مصنع القنيطرة. هذا خبر جيد للمغرب ولمجموعة ستيلانتيس. أنا جد سعيد كون الأطقم المغربية أبانت عن كفاءتها. رئيس الحكومة أكد أن الشراكة مع مجموعة ستيلانتيس ستجعل من المغرب بلدا رائدا في هذا المجال، خاصة وأن المملكة تعد حاليا ثاني دولة مصدرة للسيارات في إفريقيا بعد أن عززت صناعة السيارة الوطنية مكانتها في سلسلة القيمة العالمية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ أزيد من 700 ألف سيارة.
بالعاصمة الفنلندية نظمت سفارة المملكة المغربية بمناسبة الذكرى 47 لقاء حول الحكم الذاتي، تطرق خلاله المشاركون للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في مشروع الحكم الذاتي والإمكانيات التي يتيحها من أجل الرفع من وتيرة التنمية وإدماج الساكنة في الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. اللقاء اختتم بسهرة فنية لإبراز الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. تحرير جيهان دولالي. خبراء دوليون ودبلوماسيون وفاعلون جمعويون أكدوا في هذا اللقاء على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يبقى الإطار الوحيد لحل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية باعتباره آلية ديمقراطية مبنية على المرجعية العالمية في مجال الحقوق والحريات. برنامج اليوم كان حافلاً وجد مهم. الاحتفال بالمسيرة الخضراء هو مناسبة لاستحضار السلام والطاقة الخضراء. وضع الصحراء اليوم هو مهم ليس فقط بالنسبة للمغرب بل لأوروبا كذلك. بعد النقاش المستفيض بخصوص قضية الوحدة الترابية، استمتع الحضور بفقرات فنية مختلفة سافرت بالجمهور عبر تاريخ المملكة العريق. في بداية اللقاء كان عندنا ندوة اللي شاركوا فيها نخبة من سياسيين وأساتذة الفنلنديين بفنلندا، وكذلك بعد الندوة كانت هناك حفل موسيقي ثقافي. من مختلف الفئات والشرائح جاءوا لتقاسم لحظات فرح تؤرخ لحدث مهم وتؤكد على أن المغرب بلد لتلاقح الثقافات وملتقى لحوار الحضارات. هكذا كان يتكلم نادير يعتى عنوان كتاب جديد صادر عن دار النشر ملتقى الطرق، يضم العديد من المقالات الصحفية التي كتبها الراحل طوال مسيرته الصحفية. الإصدار الذي أشرفت عليه نجلة الراحل أشرفت على إعداده وتجميعه تم تقديمه اليوم بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط. روبورتاج محمد القنت والميلودي زين الدين. أنسي دي زين دريعتا، وهكذا كان يتكلم دريعتا، واستحضار بين دفة هذا الكتاب لسنوات من العمل الصحفي الدؤوب للراحل الذي تناولت مقالاته العديدة من مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المغربي والجغرافيا السياسية. هو تجميع لعدة مقالات حول مختلف المواضيع التي تناولتها كتابات الراحل في مجال السياسة الدولية والاقتصاد وكل ما يهم المغرب. الرسائل اللي كانت مكتوبة والوثائق والحالة السياسية اللي كانت في المغرب من 1979 حتى 92 كانت كلها في هذه الجرائد اليومية كانت تدخل في البيان. يحتوي الكتاب على 200 مقال خطها الراحل بقلمه الدقيق وبروحه الصحفية المليئة بالشجاعة والتحدي لتكون مسيرته العلمية مرآة صادقة لمجتمعه وللعالم بكل تفاصيله وتجلياته. الجميع يتذكر كيف أن نادير يعتى كان يقرأ، ولو كان يكتب باللغة الفرنسية كان يقرأ من قبل أوساط واسعة، وكان له تأثير على القرار السياسي. بعد قرابة 3 عقود على رحيل نادير يعتى، تعود أعمدة الرأي التي وقعها على صدر جريدة البيان لتعانق جمهورا جديدا من القراء وتكون مرجعا حول حقبة مهمة من تاريخ المغرب. نختم من ولاية تيما بإقليم تارودانت، حيث اختتمت فعالية مهرجان هوارة الدولي للمسرح. الدورة 7 اختارت المسرح الإسباني كضيف شرف، فيما عادت الجائزة الكبرى لفرقة أدوار المسرح من جليميم، مسرحية لومبالاج لفرقة سوار المسرح من مدينة الشيشة، وكانت مسك ختام الأمسية الأخيرة للمهرجان. روبورتاج الحسين الزك ورشيد لطفي. صراخ فمعاناة وتعبير جسدي وتراجيديا سوداء هي عناوين مسرحية لومبالاج لفرقة سوار المسرح بشيشاوا. عرض مسرحي يحكي قصصا إنسانية للفتيات العاملات بالمنازل وما يعشنه من معاناة يومية. قصة واقعية، هي قصة تشغيل فتيات القاصرات بالمنازل. ارتئينا أن نشتغل على هذا العمل في إطار ما هو تراجيدي وكوميديا السوداء من خلال تسليع الحياة العامة ومن خلال فقدان الإنسان إنسانيته. بهذا العرض المسرحي اختتمت فعاليات مهرجان هوار الدولي للمسرح بحاضرة هذه المنطقة مدينة ولاية تيما. والاحتفاء هذه السنة
تم تخصيصه للمسرح الإسباني. الأجواء كانت أكثر من رائعة. نشكر أيضا جمهور أولى التيمة، نشكره على تفاعله الكبير والاحتفاء بفرقتنا المسرحية، كان جمهورا رائعا. اللي كتكون دائما بمناسبة الاحتفاء بذكرى المسيرة إيمانا منا كفنانين بضرورة يعني استعمال الوسائط الفنية من أجل تعريف القضية الوطنية. دورة غنية من حيث المسابقة ديالها وكذلك الندوات وورشة تكوينية، إضافة إلى تعريف الضيوف ديالها هذه الدورة بالإمكانيات السياحية والثقافية للمنطقة. جائزة التشخيص المسرحي عادت مناصفة لكل من هبة زيتون ومجدولين باجي من فرقة سوار المسرح. أما الجائزة الكبرى فكانت من نصيب فرقة أدوار من مدينة قليميم. الدورة السابعة لمهرجان هوار الدولي للمسرح بولاة تيمة احتفت أيضا بعدد من الوجوه المسرحية الوطنية والأجنبية. في ختام المسائية إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو تكثف من أنشطتها على هامش كوب 27 ضمن برنامج اليوم. ترأس سموها لاجتماع رفيع المستوى إلى جانب وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو. وسبل التعامل مع الهجرة كفرصة وليس كإشكالية شكل موضوع لقاء نظمه اليوم بالرباط المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية. والتعاون المغربي والبلجيكي في صلب لقاء رئيس الحكومة مع وفد يتقدمه رئيس جهة والونيا البلجيكية. لإعادة مشاهدة النشرة والاطلاع على الأخبار الوطنية والدولية يرجى التفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت أو تصفح منصاتنا على مواقع التواصل. في الختام لكم تحية طاقم النشرة، شكرا لوفائكم، دمتم بخير، في أمان الله.